سواق وداير كل يوم في مكان، والعمر سكة سفر تفرك ساعات وتضيق. تايه بتسأل حد على عنوان، كل لما يخلص طريق بتلاقي بعده طريق. واخدانا يا دنيا من سكة للتانية، العمر فات ثانية من غير ما أحس بشي. صباح الفل يا ام جمال. صباح النور يا حبيبتي. الحمد لله احنا جينا لك في منطقتك. انت جايه منوره المنطقه. الله يخليكي منوره باهلها حبيبتي. بقالك كام سنه شغاله على البنايه دي؟ بقالي حوالي 8 سنين. مين علمك السواق؟ علمني اخويا الكبير، اخويا صبري الكبير. بس كنتي بتشتغلي الاول؟ انا خدت دورات مدارس كتير بس ما علمتنيش، ما اتعلمتش، ما جرتش على الشارع. اللي جراني على الشارع اخويا، الله يبارك له ويستر عليه. يبارك. واخوك شغال على؟ لا اخويا ميباص كبير واتوبيسات كبير. اللي هو بياخد 20 راكب. اللي هو بيسافر. بيسافر كله. طب انت اول لما نزلتي الشغلانه الشارع استقبلك ازاي؟ انها ست بتسوق. اول سنه كانت صعبه جدا. ازاي بقى؟ كانت مواقف جامده كتير كتير، كانت وحشه قوي. السواقين كانوا بيضايقوني. السواقين بتوع الكارت كانوا بيضايقوني، بس بعد كده الدنيا بقت كويسه. صاحبتيهم الدنيا بقت كويسه قوي دلوقتي، لو انا غبت عنهم بيسالوا عليا. فعلا. هو في ستات تانيين على الخط ده شغالين على ميكروباص؟ هو في بعد انا ما اشتغلت في ناس كتير نزلوا الشغلانه دي. والمضايقات تحصل اكتر من الزملاء ولا من الزباين؟ لا والله الزباين كتير بيبقى في مضايقات من الزباين، بس برضو زي ما في ناس يعني وحشه كتير، في بالامانه ناس كويسه كتير. ايه اصعب موقف حصل لك من الزباين؟ كتير قوي. عربيتنا اللي رموا عليا قبل كده في نزله الليبين، كنت رايحه اوصل ناس مشوار، نزلتهم في امان الله الحمد لله. وانا راجعه اتنين عربيه نقل كده، انا ملاحظاهم في المرايه، في مرايه العربيه. ده بيرمي وده بيرمي، ده بيرمي وده بيرمي. يعني ايه بيرمي؟ يعني بيحدفوا عليا، بيرموا العربيه عليا. بيحودوا عليك. بيشوفوني سواقه ولا افرضي خبطتي في اللي قدامك ولا ماشي؟ بس هي غلاسه بقى ورخامه، بس انا اثبتت لهم ان انا سواق، ان انا مش طالعه اهزر ولا اهرج يعني. ام جمال انت حاسه ان الستات في اي مجال مطلوب منها انها تثبت نفسها طول الوقت؟ طبعا، ولو ما عملتش كده هتتسجن. طب ايه اللي رماكي على الشغلانه دي؟ والله حضرتك انا حبيت اقف جنب جوزي اللي هو ابو ولادي الله يمسيه بالخير بقى، حبيت اقف جنبه لان هو تعبان مريض صدري. بس هو ما نصفنيش، فعمل حادثه بالعربيه. كانت لسه ما دفعتش اول قسط منه. هي نفس عربية دي؟ كانت لسه ما دفعتش فيها اول قسط. واخداها لسه؟ لسه على الزيرو واخداها، ولسه جديده، وعمل بيها حادثه صعبه قوي. نزلت انا وشديت العربيه، وقفت العربيه على حيلها تاني، بس تعبت كتير لان كان ولي ولين ان انا اطلع العربيه واقفها على رجليها تاني، وان انا سدت قسطها. كانش في وظيفة أسهل من دي؟ أنا طول عمري بصراحة كان نفسي أكون سواق فعلا.